السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا فيكم مع اخوكم عاطل العوضة في يوم جديد وفيديو جديد. اليوم نوريكم زيارة حاجة المفروض ان ازورها من قبل 16 سنة ولكن حتى الان ما قد زرت شيء. غضوة بعدها بكرة المرة الثانية وهي على طريق نياجرا فولز. تخيلوا اي شيء؟ مزرعة الفرسك. سلام سلم وسلم وسلم يا سلام. ريع وقف لي انا على جنب على جنب على جنب يا امتر على جنب يا باص. طبعا تدفع $8 على الدخلة او على البوكس يعني او مثلا على البوكسين على $15 على شخصين بتولك بوكس اكبر يعني صندوق اكبر. هذا الصندوق دعبيه وتخرج وخلص بس. وانت جالس تركض الفرسك هذا وتعبي صندوق حقك تاكل لما تشبع تاكل على راحتك. وما شاء الله وانا احسن فاكهه عندي هي الخوخ او زي ما نقولها عندنا في اليمن الفرسك. يعني خلونا نشوف من الخبير في الفرسك ويقول لنا ايش الفرسكه الذي هي بتكون لذيذه عشان نقطفها ونكلها. هذه خلينا نشوف. لا يا سلام سلم اهل هذا يعني شويه وهذا شويه عاد نقاس يعني. هذه شكلها ممتازه. شوفوا اول ما مسنا رطبه. خلونا نطعم هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. باقي معي مياه شويه ماء بغسل الفرسك بشويه الماء. الان انا جيت اغسل الفرسكه وتكمل الماء فما بتحسش كامل. ولكنه لما كنا نزور مزارع الفرسك في اليمن كان في طريقه نعملها واحنا اطفال لانه ما كان بش مع خيرات. ايش كنا نعمل اوريكم الان. نمسح في طرف البنطلون هكذا ها في البنطلون. يا سلام سلم. سلام حق الفرسك مليان كربوك الفرسك والبطن قديم مليان. ما شاء الله ايه مجنون. Without doing face kids. Yeah. All right, thank you. Now,